نحو البرلمان. مساء الخير. هي دائرة البقاع الثانية التي تحمل نتائجها الانتخابية رسائل بالجملة، فكيف ستكون لوائحها؟ يبدو أن لائحة واحدة التي ثبتت وضعها هي التي تضم حسن مراد، قبلان قبلان، إلي الفرزلي، طارق الداود، وشرب المارون، بينما لم تتضح باقي اللوائح. فماذا سيفعل الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات؟ هل يفرض النائب محمد القرعاوي شروطه بعدم التحالف مع مرشح للقوات؟ أيضا ماذا عن المجتمع المدني؟ وهل الأحزاب خرقت صفوفه ولوائحه؟ الليلة البقاع الغربي رشية نحو البرلمان. عن التحالفات الانتخابية والسياسية بالتفاصيل والمواقف والأرقام والأحجام. أما البداية فمع لارا صالح وتقرير عن دائرة البقاع الغربي رشية. أهلا بكم. تشكل دائرة البقاع الغربي رشية مساحة وصل جغرافي بين البقاع وجنوب لبنان. تتميز هذه الدائرة بغناها الديموغرافي وانتشار أبنائها في عدد من دول العالم وخصوصا في البرازيل. يتمثل البقاع الغربي رشية بستة نواب، اثنان سنة، واحد لكل من الموارنة والأرثوذكس والشيعة والدروز. يمثل هذه الدائرة نيابياً في الوقت الحالي نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي محمد نصر الله، وهو عضو في كتلة التنمية والتحرير وينتمي إلى حركة أمل، محمد القرعاوي وهو في كتلة المستقبل، حسن مراد وهو نجل النائب عبد الرحيم مراد رئيس حزب الاتحاد، وائل أبو فعور في كتلة اللقاء الديمقراطي وينتمي إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، هنري جديد وهو مستقل كان تحالف مع المستقبل. يبلغ عدد الناخبين في دائرة البقاع الغربي رشية 146,776 ناخباً و7,152 ناخباً مغتربًا مسجلاً، وكانت نسبة الاقتراع بلغت عام 2018 47%، مما يعني أن عدد المقترعين سيبلغ في الانتخابات المقبلة أكثر من 72 ألف مقترع، سيكون الحاصل الأول في انتخابات دائرة البقاع الغربي رشية حوالي 12 ألف. باختصار هكذا يبدو مشهد البقاع الغربي، لكن أمر الحواصل ومسار الانتخابات ستكون كلها رهن نسبة المشاركة بالانتخابات. عودة إليك أمل. شكرا لك لارا على هذا التقرير، وأنتقل إلى ضيفي الأول عباس ظاهر مدير المركز الاستشراف الإقليمي للمعلومات. كما جرت العادة عباس، يعني طبعا سنسألك عن التحالفات، عن اللوائح، عن الأحجام الأساسية في هذه الدائرة. نعم، تحياتي لك بداية أمل للمشاهدين. هذه الدائرة رغم البعد الإعلامي عنها، رغم البعد الجغرافي عن وسط لبنان، إلا أنها دائرة مهمة جدا بالحسابات الانتخابية، رغم أن ستة مقاعد نيابية هي التي تمثل دائرة البقاع الثانية، البقاع الغربي رشية. لماذا مهمة؟ أولا، إذا اليوم سلطنا الضوء على ما يجري فيها، يوجد 50 مرشحاً للانتخابات النيابية عن هذه الدائرة، وهي مسألة لافتة جداً. 50 مرشحاً، يعني إذا بعملية بسيطة على ستة مقاعد، يعني بحدود 8 لوائح انتخابية، ويضل في 2، 8 لوائح انتخابية مفروض تطل من هون لأربعة نيسان. هل سيكون هناك 8 لوائح انتخابية؟ هذا هو السؤال. أنا أستبعد وراح أحكي لك. 50 مرشح، في منهم 15 ماروني على مقعد واحد، في سباق بين 15 ماروني على مقعد واحد، في سباق بين 17 سني على مقعدين، في سباق بين 8 شيعة على مقعد واحد، وبين 5 دروز على مقعد واحد، وبين 5 أرثوذكس على مقعد واحد. أولا، اللافت هو عدد الموارنة، المرشحين الموارنة في هذه الدائرة لهذا العام اللي عم يتنافسوا على مقعد واحد. من حيث المبدأ بالتحالفات، اليوم لمبين واضح حتى الآن تحالف أساسي اللي ذكرتي بالمقدمة، يلي بضم هذا التحالف من حسن مراد، دولة الرئيس إلي الفرزلي، دكتور أبلان أبلان، أستاذ طارق الداود.
طبعا والتيار الوطني الحر شرب المارون، وإضافة إلى اسم سني سيكون في هذه اللائحة. أعتقد أن هناك تكتم من قبل حسن مراد تحديدا على هذا الاسم السني لحتى تكتمل اللائحة وتصير 6 مقاعد. من حيث المبدأ ستكتمل هذه اللائحة، لتصير بعكس العام 2018 يلي كانت وقتها 5 مقاعد، أما الآن هي 6 مقاعد. بالنسبة اللوائح الأخرى اليوم وحظوظ هذه اللوائح أيضا بالتشكيل، هل بلشت تتشكل أما بعدها غامضة؟ بما أنه هذه اللائحة فيها 5 مرشحين لست مقاعد وعم تحاول تعمل 6 مرشحين لست مقاعد مثل ما ذكرت، اللائحة الثانية هي لائحة اللي كان اسمها المستقبل البقاع الغربي، اللي كان وقتها تيار المستقبل والحزب التقدم الاشتراكي وآخرين في هذه اللائحة. الآن لا يوجد تيار المستقبل باعتبار أن الرئيس عبد الحريري اعتكف عن الممارسة، عزف تيار المستقبل بشكل عام عن الانتخابات، وبالتالي هناك علامة استفهام، هل النائب محمد إرعاوي الذي ترشح عن هذه الانتخابات بصفته ليس في كتلة المستقبل وإنما شخصية عندها حيثية سياسية، قادر أنه يجذب الناخبين السنة وخصوصا تيار المستقبل إلى هذه الانتخابات؟ هذه علامة استفهام رح نحكي عنها. ولكن هذه اللائحة اللي بتضم محمد الإرعاوي، النائب محمد الإرعاوي، النائب وائل أبو فعور وشخصيات أخرى عم بيحاولوا يكون معهم شخصيات أخرى عم تزبط بمحل تتعثر بمحل، ولكن يبدو أنه اللائحة ما كتير مسهل أمورها حتى الآن. بالطبع ستولد. لماذا؟ أين تكمن العراقيل؟ أول عرقلة كانت لهذه اللائحة أنه القوات اللبنانية كانوا بده يكونوا فيها، ولكن النائب محمد إرعاوي اشترط على النائب وائل أبو فعور أنه أنا ما بقدر أكون مع القوات اللبنانية بلائحة واحدي، وهون يستند النائب محمد إرعاوي إلى الواقع الشعبي السني الذي يرفض في كل الدوائر عمليا أنه يكون القوات اللبنانية معهم بلائحة، باعتبار أنه في حالة تضامنية مع الرئيس سعد الحريري بيحملوا المسؤولية في مكان ما سياسي لحزب القوات للدكتور سمير جعجع، وبالتالي ما بيقدر اليوم النائب محمد الإرعاوي اللي عنده هذه الحيثية السنية يقدر يغض النظر عن هذا الموضوع، وبالتالي اشترط على النائب وائل أبو فعور، ونائب وائل أبو فعور أكيد كحزب تقدم اشتراكي بده يلبي هذا الطلب، ما بيقدر اليوم يفاضل الحزب الاشتراكي على النائب محمد الإرعاوي، أولا لأنه بده شخصية سنية منا موجودة بهذه الحيثية الواسعة، ثانيا حدا من المستقبل، ثالثا أنه الأحزاب المسيحية بشكل عام بهذه الدائرة ما عندها أوزان نسبة إلى الناخبين السنة. صحيح. تضطر أنه تتحايل الأحزاب الأخرى. فبضطر اليوم هذا الحلف الأساسي، الركن الأساسي، الركنين الأساسيين هن محمد الإرعاوي ووائل أبو فعور وآخرين راح يتضح خلال الأيام المقبلة. هلا ماذا عن اللوائح الأخرى؟ هل ستشكل المجتمع المدني اليوم لائحة أيضا؟ والمجتمع المدني هل القوات اللبنانية تسعى اليوم لتأليف لائحة؟ يعني يستخدم اليوم عملية تجميع، عم تجمع أسماء، عم تحاول تركب شيء انه هي موجوده بهذا الاطار، مثل ما عم بيصير مع حزب القوات باكثر من دائره. هذه التحالفات هذه السنه عند الحزب القوات فينا نستعمل كلمه تحالفات هجينه، يعني ما كانت موجوده عند 2018، يبدو انه عم بيحاولوا يركبوا اسم من هون، اسم من هون، قوه من هون، وزن من هون، بس تيقولوا انه نحن موجودين، وبالتالي وزن على الارض معدوم كحزب قوات لبنانية نسبة إلى 2018، نسبة للأرقام الحالية وللحالة الديموغرافية اللي هن بيمثلوها. فبعتقد هون حزب القوات اللبنانية حتى ما استبق الأمور من خلال القراءة السياسية بيبقى على الغرب هن بده يثبتوا وجود مش أكثر بهذا الموضوع. هلأ نجي للوائح الأخرى، أكيد القوات وشخصيات أخرى رح تركب لائحة ورح يكون في لائحة ثالثة. نجي للشخصيات الأخرى، هل المجتمع المدني مع حزب القوات اللبنانية المجتمع المدني شكله لحالهم؟ المجتمع المدني المستقل بهذه الدائرة هو عنده وزن صراحة أمل أكثر من أي دائرة أخرى، يعني في ائتلاف اسمه سهلنا والجمل، هذا الائتلاف هو نسبيا ائتلاف قوي، مجتمع مدني صافي، رافض اليوم كل الأحزاب، رافض كل الأحزاب تتحالف معه، وبالتالي له مصلحة اليوم أنه يعمل لائحة مستقلة عن الأحزاب وما تخردق الأحزاب مثل ما كانت عم تحاول الكتائب اللبنانية تحط جدة عجال وآخرين وشخص من اسمه محمد أبو جوخ وشوقي أبو غوش يعني المقعد الدرزي، يعني في أسماء كانت حزب الكتائب أو يمكن مجموعة كلنا إرادة في مكان ما عم بيحاولوا مثل ما عم يعملوا بكل المناطق اللبنانية أنه يدخلوا من
مما يسمى جبهة المعارضة بهذه المنظمات اللي هي مجتمع مدني. ولكن حسب معلوماتي ائتلاف سهلنا والجبل هو ائتلاف قوي صلب نسبيا بالمجتمع المدني، وعنده شخصية قوية اسمها ياسين ياسين، قادر انه يمنع مع اخرين يقدروا حزب الكتائب او احزاب اخرى يفرضوا عليهم. وبالتالي حسب معلوماتي انه لائحه سهلنا والجبل ستكون خلال ايام قليله، وستضم ايضا بسته مقاعد خاليه من الاحزاب وبس بتضم منظمات مجتمع مدني. اذا صرنا نحن باللائحة الرابعة. ولكن يبقى السؤال عباس، هل يمكن ان تؤمن هذه اللائحه حاصلا؟ يعني ايضا قبل ما احكي عن موضوع الحواسل اذا بتسمحي لي، هي اللائحه الرابعه، في لائحه خامسه الكتائب وقوى التغيير، ما يسمى قوى التغيير او المستند الى جبهه المعارضه راح يكون عندهم لائحه كمان، يعني صرنا قدام سته لوائح. نحن عمليا لهلا قدام واقع بيقول انه بالبقاع الغربي رشيا في سته لوائح، في بالمصطلحات السياسية الأحزاب التقليدية عندها لائحتين ذكرتهم بالأول، المجتمع المدني عنده ثلاث لوائح، وحتى الحزب القوات عنده لائحة عم يحاول، يعني نحن قدام ستة لوائح ويمكن يصيروا سبعة حتى الآن، يمكن يصيروا سبعة. ومثل ما قلت لك المرشحين بيتسعوا لثمان لوائح حسب العدد الموجود. طبعا في انسحابات بلشت، بوادرها تبلش من اليوم، في شخصيات عم تقول أنا ما بدي كمل المعركة الانتخابية، الظرف منه مناسب، هذه المعركة في بعض الشخصيات عم تحاول خليني أنا أكون ملء فراغ، وبالتالي في انعدام وزن، خليني استعمل هذا التعبير، مقابل اللائحتين الأساسيتين. على كل حال كنت سألتيني عن موضوع الحواصل الانتخابية. الحواصل صحيح، أنا يعني أعتقد هذه مثل كل الدوائر سيتراجع الحاصل الانتخابي. كان موجود الحاصل الانتخابي بحدود 11,000 بالدورة الماضية بهيدي الدائرة، طبعا صار عدد الناخبين 153,928 ناخب، المقترعين أنا بشك أنه مثل المرة الماضية رح يكون على 47.3% بهيدي الدائرة في نسبة اقتراع. أعتقد أنه نسبة الاقتراع رح تنزل، وحسب المعطيات رح تكون بحدود أقل من 35% ويمكن 30%. والسبب الأساسي ليه؟ لأنه في جزء كبير من الناخبين السنة يلي هن بيدوروا بفلك المستقبل ومتعاطفين مع الرئيس سعد الحريري لن يشاركوا بالانتخابات النيابية. لن يشارك. لكن سؤال بدي اسالك فيه، ماذا سيفعل مؤيدو المستقبل؟ وهيدا موجود انتخابات، ونحن من خلال دراساتنا بالمكتب بالمركز كنت عم بسال الشباب انه في كتل ناخبه سنيه بعدها عند الرئيس سعد الحريري، لم تاخذ قرارا بعد، ولكن يبدو انها في اخر اسبوع رح تعمل حمله بكل المناطق لمقاطعه المشاركه في الانتخابات النيابيه. هيدي تحديدا عند الناخبين السنه رح تصير بالشمال، رح تصير بالبقاع الاوسط، رح تصير بالبقاع الشمالي، بالبقاع الغربي كمان، وبالتالي رح ينزل الحاصل اللي كان 11,080 اعتقد رح ينخفض بهيدي الحاله لتحت ال 10,000 الحاصل الاول. طبعا كنتوا عرضتوا بالتقرير انه ممكن يصير 12,000، وانتوا بنيتوا بالتقرير على انه 47.3% نسبه اقتراع، وهيدا شيء منطقي، ولكن اذا نزلت نسبه الانتخابات لل 35 او 37 او 10% نزلت عن المره السابقه، فبالتالي نحن بنصير تحت ال 10,000. اما الحاصل الثاني، الحاصل النهائي اللي بنسميه، هون السؤال قد ايه رح يكون. طبعا هذا الحاصل بده يكون اقل من 10,000، المره الماضيه كان 10,733، رح يكون اقل بكثير. اولا لانه كان في وقتها بال 2018 ثلاث لوائح بس، هالمره رح يكون ست لوائح، وبالتالي الحاصل الثاني رح يتراجع، وبالتالي ما في نسبة مشاركة وفي تعدد لوائح، يعني نحن رح نصير بحاصل ثاني متدني جدا، ما رح فوت بالأرقام لنشوف اللوائح ولنشوف نسبة المشاركة. هلا نجي للقوى السياسية، يعني هذا بيفسح المجال اليوم للربح والخسارة والخرق أيضا إذا تدنى نسبة الحواصل تدنت. يعني حتى الآن اللائحة اللي كنت ذكرتها اللي هي حسن مراد، نائب حسن الوزير حسن مراد، الدكتور أبلان، دولة الرئيس إلي الفرزلي، طارق الداوود، شارب المارون، فبالتالي هيدي اللائحة هي تستند أولا إلى حالة الشعبية لحسن مراد، وهي حالة للأمانة متقدمة جدا. كانت سنة 2018 بمنتصف أخذت نص الناخبين السنة تقريبا، وبالتالي كان تيار المستقبل بعزه بقوته بشدة خطابه السياسي، قدر الوزير النائب عبد الرحيم مراد أنه ياخذ نص الناخبين السنة. فكيف الآن؟ أعتقد أنه حالة آل مراد إلى توسع في البقاع،
وليس إلى تراجع. هيدا ما بين عنا بأحدى دراساتنا، استطلاعات الرأي كمكتب بينت أنه عندهم تمدد شعبي أكثر بسبب ظروف كنت حكيت منها تراجع المستقبل. هيدي نقطة. النقطة الثانية، شخصية الدكتور أبلان أبلان المرشح عن حركة أمل في هذه الدائرة، أول شيء هي شخصية الكل بيعرف خدماتية، كان يستند إلى أنه رئيس مجلس الجنوب، ومجلس الجنوب كان معني بهذه الدائرة بالبقاع الغربي رشية، وبالتالي خدمات مجلس الجنوب طيلة السنوات الماضية معطوفة على شخصية الدكتور أبلان اللي فهم نسيج هذه المنطقة، اللي موجود بين يعني أسبوعيا فيها، يلي يتابع، يلي يعني عنده خدمات فيها بشكل مباشر ومع أهله، وعلاقات وثيقة ليس فقط مع الشيعة وإنما مع مختلف الطوائف. هذا الركن يعتبر الثاني للائحة مع الدكتور مع الوزير حسن مراد. إذن هذه اللائحة صار في عندها ركنين أساسيين. نجي لشخصية التالتي اللي هي دولة الرئيس إلي الفرزلي. دولة الرئيس إلي الفرزلي كمان شخصية وازنة بالحياة السياسية بمنطقة البقاع الغربي رشية، وبالتالي من الصعب اليوم تجاوز هذه الحالة. حتى كان في خلاف التيار الوطني الحرمة بده ياخذ معاد الأرثوذكسي، عمليا ما قدروا يتجاوزوا هذا الموقع وهذه الشخصية. نجي عند طارق الداود، هون عم بحكي أنا بشخصية طارق الداود ابن عائلة آل الداود، خيه كان نائب بيو سليم الداود، هو استعاد هذه الروحية لآل الداود، مش بس عند بدروس، شخصية أيضا خدماتية، وأعتقد أنه حتى جزء من الخطاب السياسي العالي المستوى عند النائب وائل بفعور هو قلقه من طارق الداود في مكان ما. أنا ما عم بقول أنه في حدا رح يربح وحدا رح يخسر، بس عم بحكي صحيح. بالأوزان الشعبية، وهلأ بحكي ليه. ايضا التيار الوطني الحر عنده شرب المارون، والتيار هو حاله سياسيه منظمه، وبالتالي عنده ناخبينه، فاذا هذه اللائحه لائحه متينه. هل صحيح؟ ولكن سؤالي لك، بتاخذ اربع مقاعد؟ هذا السؤال. ثلاثه، هذا سؤال يوم لكن خلال الدراسات مأمنين، بس انا طيب. بعتقد عم بدها تاخذ الاربعه بهذا الاطار. صحيح. هلا ولكن سؤالي لك عباس بهذا الموضوع بالتحديد، بقضية الأسماء هون وبذات اللائحة بالتحديد، اليوم قديش اليوم رح يقدر حزب الله اليوم يوزع أصواته بالأصوات التفضيلية بين الحلفاء؟ نعم، أول شيء هيدي الدائرة ما فيها مرشح أمل لحزب الله، مرشح هو مرشح حركة أمل، والحالة الشيعية هي الإدارة الانتخابية فيها لحركة أمل، والقرار فيها لحركة أمل عند الناخبين الشيعة. هيدا اتفاق طبعا حاصل بين الثنائي حركة أمل حزب الله، بالدائرة اللي بيكون فيها مرشح لحزب الله هو يقرر، والدائرة اللي يكون فيها مرشح لحركة أمل هو اللي يقرر، وبالتالي هذه الدائرة من تقرر هي حركة أمل شيعيا في هذا الإطار لتوزيع الأصوات. أنا أعتقد هون كيف ستتوزع الأصوات؟ ما رح يكون في توزيع أصوات. الهدف حسب معلوماتي عند هيدا اللي هي رفع الحاصل، رفع نسبة الاقتراع، وبالتالي بس تنرفع الحاصل، ينرفع الحاصل الحواصل لهيدي اللائحة، وتحدد هي الشخصيات الفائزة. ما في عملية توزيع أصوات قد ما في عملية حشد أصوات لهيدي اللائحة. هلأ خليني أحكي عن اللائحة اللي فيها النائب محمد أرعاوي والنائب وائل بفعور، وهي لائحة تستند إلى هذين الركنين. نائب محمد أرعاوي هو شخصية لطيفة ومحببة بالسياسة وودودة وغير استفزازية في 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 منطقة البقاع الغربي، مشكلته أنه ما في عنده سند كان موجود هو تيار المستقبل، وبالتالي صار أصبح بدون سند سياسي. هو يعتمد اليوم على خدماته، على تاريخه، على واقعه، على آدميته، وبالتالي هو يخوض هذه المعركة. ما بعرف قد رح يقدر يشحن من جمهور السني ومن نخبين تيار المستقبل، هل رح يكرر رقم 8000 اللي كان موجود وقتها ولا أقل ولا أكثر؟ صراحة نحن بحالة علامة استفهام عند كل ما كانت بالدراسات، لأنه كل المقاييس اللي عم بتصير لناخبي تيار المستقبل ما عم تقدر تحدد مظبوط، لأنه هن منهم أخذين قرار إذا رح يشاركوا ولا ما يشاركوا، إذا شاركوا لمصلحة مين. صحيح. ورقة بيضة أو شخصية إلى ما هنالك، فبالتالي هذا الانسحاب شكل ترقب. أما شخصية النائب وائل أبو فعور، نائب وائل أبو فعور هو شخصية نشيطة كمان بالبقاع الغربي رشية، ولكن عنده قلق اليوم بالواقع السياسي. أولاً نشاط المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني عم تحصل بصورة أساسية بالبيئة الدرزية بالبقاع الغربي رشية، مثل بعبدة، مثل الشوف، مثل علي. صح. كل دراساتنا اللي أجريت في المناطق الدرزية بيّنت أنه أكبر كتلة رايحة على المجتمع المدني وعلى ما يسمى قوى التغيير هي الكتلة الدرزية، وبالتالي هذه الحديقة للحزب التقدم الاشتراكي عم تفقد مناصرين لها، ناخبين كانوا بال2018 مع وائل بفعور، هلأ بعتقد أنه رايحين على
خيارات الاقتراع للوائح ما يسمى قوى التغيير والمجتمع المدني. عم بحاول يعني اليوم النائب وائل فعور يصطنهد الشارع من هذه اللوائح بالنسبة للأحزاب، وخصوصا يوم حضر اللي عم تحكي عنه هلأ أيضا درزيا، في تخوف كبير من المجتمع هذا المدني. هذا موجود صراحة، ومش أنا مش أنا بس عم بحكي فيه، دراسات معظم مراكز الدراسات. نحن بالمركز عنا أجرينا أكثر من دراسة وبأكثر من مرة بأكثر من قضاء وأكثر من دائرة، وبالتالي بيّن عنا أنه المجتمع المدني متقدم جداً عند الدروز. بس بدي أحكي هون ملاحظة جداً مهمة. من 3 شهور كان وضع ما يسمى قوى التغيير شيء والمجتمع المدني، والآن وضعه مختلف، يعني صار في تراجع. لما بيتراجعوا بزحلي 25% وبيتراجعوا بتشوف ما بعرف قديه، أكيد بالبقاع الغربي كمان الشيء بده يحصل عملية تراجع لهيدا التأييد للمجتمع المدني. وين رح يروحوا؟ هل رح يقعدوا هولي اللي هن قالوا سابقا قوى تغيير بالبيت ما رح يشاركوا، ولا بيرجعوا لأحزابهم ومناصرهم؟ أنا استبعد بده يصير عملية عودة للقوى التقليدية. هذا التراجع مرده تخبط قوى التغيير، دخول الأحزاب التقليدية تحديدا بكل لبنان، يعني حزب الكتائب إن كان ميشيل معوض بالشمال مثل ما حاصل هلأ بدائرة الشمال الثالثة، لائحة شمالنا نزلوا لها لائحة أخرى من قبل الأحزاب لحتى تصوب عليها وتنافسها. نفس الشيء حاصل بالبقاع الغربي رشية، يعني لما لائحة ائتلاف سهلنا والجبل عم بيقولوا نحن بدنا نعمل لائحة مستقلة عن الأحزاب، عم تجي قوى أخرى تحاول تخردق هذه اللائحة باسم جبهة المعارضة، وإذا ما قدرت خردقتها عم تحاول تنزل لائحة أخرى موجهة لها. وبالتالي هذه الأحزاب التقليدية باسم جبهة المعارضة هي اليوم أكثر نكبة عم بتكون لما يسمى قوى التغيير المستقلة. وبالتالي هون في عملية يعني كمان لافتة أساسية، في محاولة من أحزاب ما يسمى جبهة المعارضة الحديث انه ما تضيعوا صوتكم، تعطوا اصواتكم للمستقلين انتم كقوى تغيير مجتمع مدني، اعطوها لاحزاب المعارضة. وهيدي عملية هجوم اخر ايضا على قوى المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني، لانه هذه المنظمات هي عم تخوض المعركة بدون مساندة ودون دعم خارجي او مادي مثل ما عم يحصل عن جبهة المعارضة، وهي مستمرة باهداف نبيلة بدنا نحكي بشكل صريح. اما احزاب المعارضة هي عم بتحاول اليوم تنكل بمنظمات المجتمع المدني مثل ما حاول اليوم ينكلوا بلائحة ائتلاف سهلنا والجبل. فنحن قدام هذا المشهد كنت عم قلك بالنسبة للنائب محمد الأرعاوي وقلب فعور، ما بعرف إذا قدي رح يكون هل مقاعدهم مهددة يعني اليوم حاصلين. بنظرك ما بعرف قد رح يكون عندهم القدرة يجيبوا حاصلين ولا حاصل واحد أو حاصل وكسر أعلى، ما بعرف. لأنه قلت لك النسيج السني غير واضح بعد، وبالتالي كل مقاييسنا لهذا النسيج صعبة قبل 15 يوم أو 3 أسابيع. أما ما سيستفيد إذا خسروا هذا المعاد؟ قديش في بهذه الدائرة نسبة من المغتربين سيقترعون بهذه الدائرة؟ تحديدا بهذه الدائرة المغتربين هن، لحتى أكون أعطيك رقم دقيق، رح أعطيك رقم الناخبين. رقم الناخبين بهذه الدائرة المسجلين، رقم الناخبين بهذه الدائرة المسجلين هن 153,928. رقم لما كانوا الناخبين المغتربين بعام 2018 عندهم رقم 1805، كان في نسب متفاوتة منهم توزعت وقتها على نص بنص، يعني لائحة الغد الأفضل أخذت 677، لائحة المستقبل البقاع الغربي أخذت 777، لائحة المجتمع المدني 170. يعني عمليا المغتربين يعني هون خجولة. هن عمليا عم بيكونوا مثل الواقع اللبناني عم يتوزعوا هون وهون. يعني إذا بتلاحظ المغتربين كانوا طبق الأصل عن تصويت المقترعين، وأنا أعتقد أنه نسبة المغتربين هالمرة رح تكون، إذا لقيت نسبة المغتربين المجتمع المدني موزع بأكثر من لائحة، هذا رح يخفف نسبة الاقتراع للمغتربين، وبالتالي بيخليها تتراجع شوي. وأمام هذا التراجع بصير المحازبين فقط يلي عندهم التزامات سياسية بيقترعوا للوائحهم، وبالتالي بنعود إلى مسألة التساوي بالأصوات. علما أنه أنا برجح بالإجمال أنه ممكن يكون نسبة غير المقيمين المغتربين أكثر باتجاه منظمات المجتمع المدني، حتى لو كانت أكثر بمنظمات المجتمع المدني فما بعتقد يعني رح تقدر تعمل فرق كبير بهيدي الدائرة. حتى أعطيك هون رقم دقيق، القوى حتى أعطيك رقم دقيق إذا بتسمحي.
للبقاع الغربي رشيا. البقاع الغربي رشيا عدد المغتربين رح يكون في هيدي الدائرة هاي المرة 7152 7152 مغترب. قريب من الحاصل يعني إذا تدني الحاصل الانتخابي. قريب من الحاصل إذا حصل الاقتراع 100% يعني بالثلثين الحاصل إذا حصل الاقتراع 100%. أنا أعتقد أنه كمان بالاقتراب رح تتدنى نسبة الاقتراع. يعني فينا نقول بختام هيدي القراءة عباس أنه اللائحة الأساسية اليوم رح تأمن مقعد 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 حسب ما هي مشكلة هذه اللائحة، وبدنا نشوف الخرق إذا ممكن يأمنوا مقاعد يعني من اللائحة الثانية. هل فينا أنت سميتيها لائحة أساسية؟ أنت سميتيها لائحة أساسية لأنه هي اللائحة اللي بينت أكثر من غيرها، بنعتبرها لائحة من اللوائح. أما اللائحة اللي هي تعتمد على الركنين وائل بفعور ومحمد القرعاوي، قلت لك أنا ظروف سيئاتها وين، إيجابياتها وين، ناخب السنة بدنا نشوف وين. أما اللوائح الأخرى اللي حتكون ثلاثة أو أربعة اللي هي وحدة أساسية منها بمنظمات مجتمع مدني والباقي معارضة والثالث قوات، ما بعرف إذا بيرجعوا بيتحالفوا مع بعضهم بهذه الدائرة تحديدا لأنه ما عندهم قدرة يجمعوا مرشحين إلا عملية ترقيع من هون ومن هون. بغض النظر مع احترامي طبعا لكل المرشحين دون استثناء، بس عم بحكي عن القوى السياسية كيف تعمل عملية تركيب البازل بهذا الموضوع. بجميع الأحوال ما فينا نحن نسبق النتيجة، النتيجة رح تكون رهن نسبة الاقتراع أولا، نسبة اقتراع الناخبين السنة ثانيا، ولكن كل المؤشرات بتعني توحي على انه تقريبا حتى الان ما لم يكن هناك مفاجآت، الحصة الاكبر بهذه الدائرة لنواب اللي هن بيكونوا بلائحة المرشحين اللي هن بيكونوا بلائحة اللي هن مشاكلين رائحة حسن المراد، إلي الفرزلي، أبلان، طارق الداوود، شرب المارون والسني الذي سيكون معهم في هذه اللائحة. ومن ثم بدنا نشوف المشهد الآخر، يعني هذا بالإجمال هو المشهد العام. نعم، شكرا لك عباس ظاهر على هذه القراءة الانتخابية عن دائرة البقاع الغربي رشية تحديدا، شكرا. أيضا مشاهدينا ابقوا معنا في نحو البرلمان ولكن بعد الفاصل. نحو البرلمان، أهلا بكم من جديد، وضيفي عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل الدكتور قبلان. مساء الخير دكتور، يعطيك العافية. مساء الخيرات، الله يعافيك. يعني طبعا الاستعدادات لهذه الانتخابات بدأت، اللوائح بدأت تتشكل بالبقاع الغربي تحديدا رشية، بلشت تتشكل هذه اللائحة يمكن بعد ما اكتملت، بعد يمكن في مقعد سني بعد ما تحدد بلائحتكم، ولكن خليني أسألك بالبداية كيف تنظرون إلى هذه الانتخابات التي تشاركون فيها للمرة الأولى، وهل أن حلفكم مع شركائكم باللائحة متين أيضا؟ أولا مساء الخير إليك وللمشاهدين. طبعا ليست المرة الأولى التي نشارك فيها في هذه الانتخابات، شاركنا فيها بالماضي وإن كان من خلال الأخوة الذين كانوا يمثلوننا في الندوة النيابية، يعني طيلة الدورات الانتخابية الماضية كنا حاضرين بهذه الدائرة وعم نشارك بالمكنة الموجودة وبالتوجه السياسي، وكنا جزء من العملية الانتخابية في البقاع الغربي ورشية. الآن التحالفات متينة أو غير متينة، بالتأكيد قد يكون هيك وبكل تواضع، التحالف الذي يعني نعمل عليه هو التحالف الأكثر تماسكا في المنطقة والأكثر ثباتا، وهذا ما يؤكده طبعا المراكز الدراسات والاستطلاعات والناس المعنيين واللي عم يتابعوا العملية الانتخابية بمنطقة البقاع الغربي ورشية. وإن شاء الله بتكون هذه نموذج يعني للعملية الديمقراطية السليمة وللحراك السياسي الجدي الهادف في هذه المنطقة. نعم، يعني اليوم هذه اللائحة تضم حركة أمل، اليوم تضم دولة الرئيس إلي الفرزلي، تضم أيضا التيار الوطني الحر. اليوم في بعض التناقضات بهذه اللائحة، ولكن يعني هل فرضتها المصلحة الانتخابية؟ لا يوجد، يعني لا أستطيع القول أن هناك تناقضات يعني بالعمل السياسي وبالعملية السياسية. هناك ظروف سياسية، هناك تحالفات، هناك مصالح
سياسية، هناك تقاطعات سياسية بين كل الأطراف وكل القوى اللي موجودة على مدار الساحة اللبنانية. جميع اللوائح التي تشكل اليوم على الساحة اللبنانية فيها يعني تنوع، فيها قد يكون فيها هناك بعض الاختلافات السياسية بين بعض القوى، ولكن تجمعها لوائح واحدة، خاصة وأن هذا النظام الانتخابي القائم، نظام الصوت التفضيلي، هو يعني عملية يسمح أن يكون هناك تنوع سياسي بين القوى المتحالفة والمنضوية تحت لوائح موحدة، وهذا أمر يشمل الجميع، لا أعتقد أنه فقط إلى الجهة التي نعمل على تركيب لوائح فيها، ولكن كل القوى السياسية اليوم تعمل على تقاطعات وعلى مصالح سياسية ومصالح انتخابية. تمشي هاي العملية، قد تنتهي العملية الانتخابية في 15 أيار، 16 أيار كل مرشح في هذه اللائحة يذهب إلى الفريق السياسي الذي ينتمي إليه وتبدأ عملية سياسية جديدة. الانتخابات واقع، والعملية السياسية والانتماء السياسي والتيارات السياسية واقع آخر. صحيح، يعني اليوم يمكن الجميع عم بيعبر عن هذه الطريقة أنه بعد 15 أيار يعني كل شخص بيروح إلى كتلته النيابية وبينضم بيرجع لها. ولكن اليوم بدي أسألك أيضا عن الصوت التفضيلي، اليوم قديش العملية بدها تكون عملية حسابية دقيقة بتوزيع الأصوات التفضيلية، طبعا بعد الحصول أو تأمين الحواصل الانتخابية لهذه اللائحة؟ عم تسمعني دكتور؟ بعدك معنا؟ أنا عم بسمعك، أنت عم تسمعيني؟ إيه عم بسمعك، تفضل. عم نقول كنت عم بسألك عن الصوت التفضيلي اليوم والعملية الحسابية بتوزيع هذا الصوت التفضيلي بعد تأمين إذا فينا نقول الحواصل للائحتكم. يعني المسألة منا كثير معقدة، لكل من المنضويين تحت هذه اللائحة جمهوره وناسه وناخبيه والتيار الذي يؤيده، وبالتالي لكل منا يعني الأصوات التفضيلية الموجودة بالتوجه السياسي تبعه، بالتوجه الطائفي، بالتوجه اللي موجود، وبالتالي ليس هناك صعوبة بتوزيع الصوت التفضيلي. هناك كتلة ناخبة لكل فريق، هذه الكتلة ستعمل على أولا على تأمين نجاح مرشحها، وكمان هناك سيكون هناك تفاهم بين جميع المرشحين. إذا كان هناك من مرشح يحتاج إلى أصوات تفضيلية بالفائض اللي موجود عند القوى والأفرقاء الموجودين، راح يتم توزيع الصوت التفضيلي على من يحتاجه من زملائنا في اللائحة، لأنه الهدف هو تأمين الفوز للعدد الأكبر من المنتسبين لهذه اللائحة، وبالتالي كل منا لديه كمية الأصوات التفضيلية الموجودة يستطيع أن يؤمن يعني ما يحتاجه للنجاح، والفائض من هذه الأصوات سيتم بالتوافق توزيعه أو إعطائه لمن يحتاج من زملائنا على هذه اللائحة. صحيح، يعني من هون أنا كنت عم بسأل عن العملية الحسابية بتوزيع الأصوات التفضيلية، هل أنتم مطمئنون لهذه الانتخابات؟ مرتاحين؟ نحن لنا ثقة بجمهورنا وبناسنا وبما نمثل في هذه المنطقة، وكما جرت العادة في المرات السابقة هذا الجمهور لم يخذل هذا الخط، لم يخذل هذا التوجه، كان دائما حاضرا في صناديق الاقتراع بكل ما يملك من إمكانات، بكل ما يملك من حضور ومن استعداد للمشاركة في هذه العملية. أعتقد أنه في هذه الجولة سيكون هذا الجمهور كذلك حاضر، وقد يكون بنسبة أكثر تشجيعا من المرات السابقة، الاعتبارات السياسية الموجودة، للتعقيدات السياسية الموجودة، الناس جاهزة وحاضرة، وبجولاتنا وتواصلنا مع إخواننا وأهلنا في المنطقة على كل المستويات، يعني مش بس على مستوى المكون الشيعي أو غيره، على مستوى المكونات جميعا نرى هناك استعداد ونرى هناك التزام ويعني حضور لدى الناس الذين يعني من الكلام ومن النقاش معهم نشعر ونطمئن أنه سيكون هناك حضور في على الصناديق، سيكون هناك إقدام من هؤلاء الناس. وكما قلت هذا الجمهور وهذا المكون
لن يخذل هذا الخط السياسي مهما كانت الصعوبات، في صعوبات اليوم اجتماعية، في محاولات لثني هذا الجمهور عن التوجه لصناديق الاقتراع، في هناك إشاعات، في هناك حملة ممنهجة ومبرمجة ضد المشاركة في العملية الانتخابية خاصة بما طبعاً. يمثل تيارنا السياسي وتوجهنا السياسي. هذا الأمر نرى تصديا ونرى مواجهة في جمهورنا وفي ناسنا، ونرى تحدي أنه ما حدا بيقدر رغم الآلام والأوجاع والمصائب والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأزمات التي تصيب كل عائلة وكل بيت وكل فرد من أفراد المكونات من المواطنين اللبنانيين جميعا، ولكن نرى أن المكون الذي نمثل والتيار الذي نمثل والتوجه الذي نمثل هو حاضرا جاهزا للإقدام في هذه العملية كما في المرات السابقة، لأن جمهورنا بشكل خاص ومن نمثل بشكل خاص يمارسون ليس فقط عملية انتخابية وعملية أصوات، يمثلون توجها سياسيا وطنيا رائدا. يعني جمهورنا يقرأ في السياسة أكثر مما يقرأ في صناديق الاقتراع، وبالتالي التوجه إلى صناديق الاقتراع هو ترجمة للتوجه السياسي الذي ينتمي إليه هذا الجمهور، وبالتالي هذا الجمهور يعتبر نفسه أنه يخوض معركة من المعارك السياسية على مستوى الساحة الوطنية وعلى مستوى الساحة السياسية، هو يمثل توجها وطنيا بامتياز. هذا الجمهور الذي لم يبخل في ميدان القتال فيما مضى، لم يدخل في الحروب، لم يتأخر في بذل الدم وفي بذل كل ما يستطيع بذله، سيكون حاضرا في صناديق الاقتراع لترجمة التوجه السياسي بغض النظر عن المرشح، بغض النظر عن الأشخاص، بغض النظر عن العملية الانتخابية. هو يمثل عملية سياسية بكل ما للكلمة من معنى عملية وطنية في صناديق الاقتراع. صحيح، لأنه هي المشكلة اليوم والتخوف الكبير كان للكثير من الأحزاب السياسية، هي أنه المنافس الوحيد رح يكون خلال هذه الانتخابات هو يعني نسبة تدني الاقتراع عند الناخبين. إن شاء الله ما بيكون في هذه المشكلة مثل ما حضرتك وضحت دكتور. خليني أسألك اليوم، يعني حضرتك كنت موجود بقلب المعادلة، معادلة هذه الدائرة من خلال طبعا رئاستك لمجلس الجنوب، شو هو مشروعك النيابي اليوم للبقاع الغربي رشيا؟ يعني أنا بالمشروع النيابي ومشروع الانتخابي ما بحب أعطي وعود وكثر هيك الشعارات الانتخابية اللي بيحكيها عادة المرشح وبعد ما تنتهي العملية الانتخابية بصير يوجد الفرص للتنصل منها. نحن بما نمثل من مشروع سياسي كنا حاضرين في هذه المنطقة على المستوى الإنمائي والسياسي طيلة العقود الماضية، لم نبخل على هذه المنطقة، لم نغب عن هذه المنطقة، كنا دائما حاضرين بين أهلها وبين ناسنا، رح نضل حاضرين. ما عندي برنامج سياسي أطرحه بشعارات، عندي كلمتين بقدر بقولهم للناس وهولي ملتزم فيهم: خدمة الناس هي الأساس. خدمة الناس هي الأساس هو الشعار الذي أنطلق منه، كنت أعمل عليه هذا الشعار، ولم يكن في وارد أنني سأكون مرشحا عن هذه المنطقة، كنت أعمل بكل ما أملك من إمكانات ومن طاقات ومن محبة ومن إقدام في هذه المنطقة، كنت أجول في هذه المنطقة بين قراها وبلداتها، لم أميز يوما بين طائفة أو مذهب، وأنا أعتبر أن هذه المنطقة هي تمثل تنوع مذهبي وطائفي جيد وممتاز، تمثل صيغة تعايش فريدة في على مستوى البلد، تمثل يعني حالة من التفاهم والتعاون بين كل المكونات. هذا الجمهور وهذا الشعب في هذه المنطقة يحتاج إلى أقصى درجات الرعاية والعناية والاهتمام، يحتاج أن يكون المرشح والمسؤول والقائد والزعيم أن يكون في خدمة هؤلاء الناس، أن يقف إلى جانبهم في كل صغيرة وغبيرة، وأن لا يعطيهم من الشعارات ما يعجز عن تحقيقه وما يعجز عن تلبيته. يجب أن نكون حاضرين بين الناس مع الناس في كل صغيرة وكبيرة، بالكلمة، بالخدمة، بالمساعدة، بالإمكانات المتوفرة. ما هي أبرز المطالب يجب أن يكون اليوم لهذه يجب أن نكون جميعا في خدمة الناس. ما هي أبرز المطالب لهذه يعني الدائرة؟ وهل هنالك من عوائق ما؟
هذه الدائرة مثل كل الدوائر اللبنانية لها مطالب كثيرة ومتعددة على مستوى البقاع الغربي. الآن هناك أزمة اقتصادية اجتماعية إنسانية موجودة على المستوى الصحي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى المالي، على المستوى الاقتصادي. هناك أزمة على مستوى البيئة تتعلق بالتلوث القائم بمسألة الليطاني وما يتعرض له أبناء المنطقة من أمراض ومن إشكالات صحية وغير صحية نتيجة التلوث الذي يجب أن يرفع عن هذه المنطقة ويجب أن يخفف عن هذه المنطقة. هناك أزمات تتعلق بالكهرباء والمياه. هناك أزمة كبرى تتعلق بغياب مؤسسات الدولة عن هذه المنطقة. يعني وبكل صراحة أقول أن المؤسسات الدولة اللبنانية المعنية على مستوى البنى التحتية غايبة. هناك أزمة في مشكلة كبيرة في طرق المنطقة، في طرق المواصلات. هناك أزمة كبيرة على مستوى المياه. هناك غياب لمصالح المياه صحيح. المعنية عن تأمين مياه الشرب للمنطقة. ويمكن لو لم يكن هناك مشروع عين الزرقاء التي قمنا بإنجازه في المنطقة يروي جزء من القرى والبلدات، لكان هناك أزمة مستفحلة على مستوى المياه. هناك أزمة على مستوى الكهرباء. اليوم الكهرباء المعدومة الغائبة عن كل لبنان، وبالتالي البقاع الغربي ورشايا جزء من هذه المنطقة صحيح. هناك أزمة على مستوى الصحي. مستشفيات المنطقة تعمل ببطء وهي عرجاء، ويجب أن يتم تعزيز القطاع الصحي على مستوى المنطقة من مستشفيات وغيرها. ويجب العمل على مساعدة الناس، على يعني عون الناس بكل ما يحتاجه هؤلاء الناس من الإمكانات يعني البسيطة والمتوسطة وحتى على المستوى الكبير. يعني نأمل أن نتمكن من أن نستمر كما كنا في الماضي. أنا لا أقول أنني سأعمل، أتمنى أن وأدعو الله دائما أن يوفقني إلى أن أكون في خدمة الناس ومع الناس كما كنت فيما مضى وبطريقة أفضل. لا أتمنى أن يتراجع الخدمات، ولكن سنسعى جهدنا ومع زملائنا، مع إخواننا، مع كل القوى السياسية المعنية لتطوير أوضاع أبناء المنطقة ولتأمين الخدمات ولتأمين ما يمكن تأمينه على كل المستويات الإنمائية وغير الإنمائية، إضافة إلى المسألة السياسية الأساسية التي يجب أن نعمل جميعا عليها، هو أن يكون هناك تفاهم وتعاون ومحبة وألفة بين سكان المنطقة، إزالة الحواجز الطائفية والمذهبية، والعمل على أن يكون الجميع صوتا واحدا، رأيا واحدا، موقفا واحدا، متعاونين في السراء والضراء لكل ما يخدم المنطقة وكل ما يرفع من شأن أبنائها وأهلها. نعم، يعني إن شاء الله يعني أكيد بتقدروا تحققوا يعني كل هذه التفاهمات، وبالتالي يعني إنماء هذه المنطقة لما هي بحاجة له. سؤالي الأخير لك دكتور عن المجتمع المدني واللوائح التي يمكن أن تتشكل منها، قديش هي ممكن تشكل خوف أو ممكن تخرق بهذه الدائرة؟ هل تعتبر أنه اليوم المجتمع المدني هو ناشط من خلال هذه الدائرة، أما انقسام اليوم ما عم بيخليهم يتوحدوا أيضا؟ أنا عندي رأي بالمجتمع المدني. هناك يعني نوعان من المجتمع المدني، في المجتمع المدني الحريص على مصلحة الناس وحريص على مصلحة المواطن وحريص على مصلحة البلد، هذا المجتمع مرحب فيه ونحن يعني لا ضير أن يكون موجودا ومشاركا في العملية الانتخابية وفي مسألة التمثيل، لأنه حريص على شؤون الناس وشؤون الناس. هناك نوع آخر من المجتمع المدني الذي له ارتباطات سياسية والذي يقوم بدور مطلوب منه هذا الدور لاعتبارات سياسية معينة. هذا الجزء من المجتمع أعتقد أن الناس في هذه المنطقة ترفض هذا النوع من الإملاءات، ترفض هذا النوع من التدخل. النوع الأول مرحب به ويجب أن يكون حاضرا وموجودا. النوع الآخر سيكون للناس موقف منه على صناديق الاقتراع. وأجزم أنه يعني ليس لدينا وليس أمامنا أي عقدة خوف من أي منافس في هذا الموضوع، لا من المجتمع المدني ولا من غير المجتمع المدني، لأننا على ثقة تامة بجمهورنا وبناسنا وبمن نمثل. هؤلاء الذين لم يخذلوا هذا المشروع في الميدان، لم يخذلوا هذا المشروع فيما مضى في المعارك السياسية وغير السياسية على مستوى الجنوب والبقاع الغربي وغيره، هذا الجمهور وهذا المجتمع لن يخذل هذا التوجه السياسي في هذه المرة. وهذه ثقة كاملة نلمسها بتواصلنا وبترددنا وبعلاقاتنا وبتواصلنا مع إخواننا وأهلنا في هذه المنطقة الذين
نكون لهم كل تقدير وكل احترام، والذين قدموا لنا لهذا المشروع ولهذا البلد أكثر مما نقدمه نحن، وبالتالي هم الأكثر عطاء والأكثر بذلا في المستويات كافة. نسأل الله ونأمل أن نكون نحن عند حسن ظنهم، وأن نكون بالقدرة الكاملة أن نكون إلى جانبهم في كل صغيرة وكبيرة بإذن الله. نعم إن شاء الله. وأنا بالختام بدي أتمنى لكم التوفيق بهذه الانتخابات النيابية. بدي أتشكرك دكتور قبلان عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل على هذه المشاركة معنا في نحو البرلمان. شكرا لك. فاصل للإعلان ومن ثم نتابع. أهلا بكم من جديد إلى نحو البرلمان، وضيفي نائب رئيس حركة النضال اللبناني الأستاذ طارق الداود. مساء الخير أستاذ طارق، وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني طبعا بلشت المعركة الانتخابية تحمى، اللوائح بدأت تتشكل، حضرتك اليوم بلائحة مع حلفاء لألكون، واليوم إلى أي مدى بدي أسألك هيك بالبداية هنالك ثقة بالفوز، خصوصا أنه السباق اليوم على المقعد الدرزي ليس سهلا بهذه الدائرة وتحديدا معك؟ والله نحن منعول على إرادة الناس وعلى اختيار الناس، ومثل ما بيختاروا الناس نحن منلتزم، وإن شاء الله الأمور بتمشي بالطريق السليم إن الله راد. فبالنهاية القرار الأول والأخير للمواطن وللناس وللناخب، هو بيقرر شو الأنسب له وشو الأنسب لمستقبله ولمستقبل أولاده والأنسب للمنطقة. صحيح، ولكن اليوم يعني حضرتك نازل بلائحة تعتبر لائحة أساسية، واليوم قادرة أنه تأمن بعض الحواصل، صح ولا لا؟ أكيد لا شك، لائحة قوية ولائحة متماسكة ولائحة يعني من 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 مكونات الأساسية اللي موجودة في القوى الأساسية الموجودة في منطقة رشاية وقاع الغربي. اليوم هل يمكن القول أنك ترغب في استعادة مجد آل الداود سياسيا برشاية؟ هل هذا ما تسعون إليه؟ ستنا نحن موجودين، يعني تاريخنا مع تاريخ سنديانات رشاية، نحن موجودين ومتفاعلين مع ناسنا وأهلنا دائما في منطقة رشاية، وما سكرنا بيتنا برغم أنه كل الظروف ونحن برات السلطة من 2005، ولكن نحن متابرين على العمل الاجتماعي وعلى مساعدة أهلنا في منطقة رشاية وقع الغربي وعلى تقديم الخدمات لأهلنا بالمنطقة. هذا من صلب واقعنا ومن صلب تاريخنا السياسي ومن صلب وجود هذه العائلة اللي نحن بنعتز انه نحن يعني مجدرين في العمل السياسي من الـ من من الـ من جدي للوالد لفيصل، وهلق مستمر انا في هذا النضال. هنالك من يحاربك ايضا يعني استاذ طارق لانك حليف لسوريا، شو هو ردك عليهم؟ هلق في يعني هذا الكلام اللي عم ينحكى وبال على السوشيال ميديا وال يعني وهذا الاخبار اللي عم تطلع انه سوريا عم تشتغل والمخابرات السوريه وانه شغلتهم الشغله هي لانجاح طارق الداود بالمعركة. مش دقيق هالكلام اليوم؟ هذا كلام سخيف وهذا كلام ما له وجود، يعني بس لشد العصب ولتحريض الناس، والناس هيدي يعني هيدي العلكي خلص الناس يأست منها، لأنه هذا الكلام اللي دائما بنشوفه دائما عن كل استحقاق بتخويف الناس من الآخر وشد العصب، هذا كلام يعني بعتقد المجتمع الريشاني وقاع الغربي صار بيعرفوا انه هذا استهلاك بس لشد العصب في حملات الانتخابية.
نحن ما بننكر وما بننكر بالعلاقة من علاقتنا مع سوريا، لأنه نؤمن أنه مصلحة لبنان بهذه العلاقة الجيدة مع الشقيقة سوريا، هذا إيمان منا. ونحن ما تلوننا وما قلبنا البارودة من ميلة لميلة، وبالعكس نحن اختياراتنا ومبادئنا أثبتت صوابية الاختيار في العلاقة مع الـ مع الـ مع سوريا ومع الحلفاء في لبنان. وهيدي لمصلحة أهلنا في منطقة رشيا وبقاع الغربي، لأنه نحن على تماس دائم مع سوريا، تماس يومي في مصاهرة بين لبنان وبين هاي المنطقة وبين سوريا، في علاقات اجتماعية، في علاقات تجارية، في شبكة علاقات. هذه يعني نحن فينا نزور التاريخ، فيهم نزوروا التاريخ بس ما فيهم نزوروا الجغرافيا. هذه المنطقة امتداد دائما متشابك بين القرى اللبنانية والقرى السورية. صحيح، ولكن اليوم يعني فينا نقول معركتك لن تكون سهلة، وخصوصا أنه المنافس على اللائحة الثانية وهو يعني طبعا الوزير السابق والنائب يعني وائل أبو فاعور. اليوم قديش بتحس أنه هذا المقعد يعني مهدد مقعدك؟ لا شك أنه معركة حقيقية على هذا المقعد، وفي معركة حقيقية على هذا يعني بهذا الاستحقاق لا شك. وهيدي بالنهاية بتخضع لإرادة الناس، وبتخضع لشو الناس بتختار. وهذا وهذه المعركة هي معركة ديمقراطية بامتياز. نحن ما منروح لشد العصب، بالعكس نحن منروح لتليين المواقف. ونحن ما منروح، لأنه نحن بالمنطقة رشية هي منطقة التسامح، منطقة التعايش، هي المنطقة اللي نحن يعني نفتخر انه قدرنا بسنين الحرب جنبناها كل الصراعات الطائفية اللي حصلت في لبنان، كانت النموذج في هذه المنطقة في هذا التعايش وهذه الألفة، وهي اللي نحن من دائما منشتغل عليها ومنتعب ومنحميها برموش العينين. لذلك نحن بنعرف انه هذا القانون هو قانون جاحف، وهذا القانون هو كرس المعتقلات الطائفية، وهذا القانون عمل عزل بين الطوائف، لانه نحن عابرين للطوائف، نحن عندنا امتداد بكل الطوائف وعندنا علاقاتنا مع كل الطوائف. لذلك نحن منوجه كلمة للناخب بمنطقة رشيا وبقاع الغربي، إنه ما يمشي وراء هذه الشعارات اللي وصلته لهون، وهذه الاصطفافات اللي وصلت هذا البلد للانهيار الكلي اللي وصلنا له من وراء شد العصب ومن وراء الخطابات المتحجرة، واللي هي ما وصلت إلا لتدمير لبنان، وإلا لما وصلنا إليه من انهيار اقتصادي واجتماعي. نعم، طبعا حكيت عن قانون الانتخابات، إن شاء الله يمكن بكرة بالبرلمان الجديد تقدروا تشتغلوا أكثر كمان لتغيير يعني هذا قانون الانتخاب اللي الكل يشتكي منه بالنتيجة، ولكن هو هلأ قائم. أيضا قديش رح تستفيدوا أستاذ طاري اليوم من غياب المكون يعني السني وتحديدا تيار المستقبل، طبعا يعني مع اعتكاف الرئيس سعد الحريري واليوم الناخبين بهذه الدائرة وأيضا بدوائر أخرى الملتزمين بتيار المستقبل واللي كانوا يصوتوا، اللي كانت كتلة وبلوك سني يعني يحسب له حساب، قديش اليوم رح تقدروا تستفيدوا من غياب هذا المكون؟ لا شك أنه غياب الرئيس سعد الحريري عن الساحة السياسية وتحديداً تيار المستقبل هو عمل إرباك في الشارع بقاع الغربي ورشيا كما في كل لبنان. هذا الإرباك حصل وقد يؤدي إلى المقاطعة أو قد يؤدي إلى
يعني الفوضى في العملية الانتخابية من قبل الملتزمين في تيار المستقبل، لأنه هلق عندهم مشكل في عدم تحديد يعني لمين بدون يصوتوا، كيف بدون يختاروا، وشو بدون يختاروا، وبعد صح. يعني ما اتخذ قرار نهائي من قبل تيار المستقبل، هل هو رايح نحو التصويت أو هو رايح نحو الاعتكاف وعدم التصويت. لذلك هذا المكون الأساسي اللي هو في منطقة بقاع الغربي ورشية التيار المستقبل أكيد يعمل إرباك في الساحة. وهذا لكن هذا الإرباك إجا لمصلحتكم برأيك؟ هلق لا شك إنه تيار المستقبل كان رافعة لقوة سياسية كانت تتحالف معه، يعني هذه الرافعة اللي كانت تحصل من قبل تيار المستقبل، لذلك هذه انعكست سلبا على حلفاء تيار المستقبل اللي هلق مش يعني عم بيحاولوا يشتغلوا لتشكيل لائحة مكتملة مقابل لائحتنا. فنحن يعني الرافعة اللي كان واجدة تيار المستقبل لهذه القوى المتحالفة معه هلق صارت أكيد انعكست سلبا. اليوم برأيك هذه اللوائح اليوم اللي يعني ما عم تكتمل حتى هذه اللحظة بعد ما اكتملت اللائحة المقابلة أو لوائح أخرى منافسة، يعني عم بيكون في أمامهم عوائق كثيرة، هذا الشيء ما بيصب لمصلحتكم أيضا؟ هلق لا شك إنه في يعني كم من اللوائح صار، يعني في عندك لائحة وتعدد وتشتت يعني اللوائح أيضا. صحيح، في لائحة من قبل الحزب التقدم الاشتراكي، وفي كان على أساس في تحالف مع القوات اللبنانية، وبعتقد هذا التحالف يمكن ما رجع مشي. في عندك المجتمع المدني عنده لائحة وشبه صارت شبه جاهزة، والمجتمع المدني كمان عنده حضوره، ما فينا ننكر حضوره، له حضوره في المنطقة، وأثبت عن يعني في عنده ركائز أساسية، وفي كمان قوى تانية عم بتحاول تشكيل لائحة، ليش اللوائح؟ لا شك إنه هيدي بتخلي إنه هذا البلوك اللي كان بوجه لائحتنا عم بيصير يتجزأ يعني، وهذا بيعطي الدفع الجديد للائحتنا وقوي أكثر للائحة. صحيح، ولكن في لائحة سهلنا والجبل يعني اليوم يبدو أنها أيضا لائحة متماسكة وهي من المجتمع المدني، قديش اليوم في مخاوف جدية من هذه اللائحة أنه تقدر تخرق؟ لا شك أنه عندهم حضور في هاي بلائحة سهلنا والجبل، عندهم حضور وعندهم يعني شكلوا يعني بعتقد صارت جاهزة لائحتهم، وكمان يعني هذه بالنهاية أنا بترك الخيار، يعني بالنهاية مثل ما المواطن ومثل ما الناخب بيقرر، نحن بنحتكم لرأي هذا الناخب في منطقة رشاية وبقاع الغرب. نعم، هل يعني فينا نقول إنه حضرتك منسجم مع حلفائك باللائحة موجودين؟ أكيد لا شك، لو ما في انسجام مع كل الأحزاب مع والتيارات أنتم منسجمون؟ أكيد، لو لما في انسجام كامل باللائحة ما كانت تركبت اللائحة ومشت يعني. طبعا نحن على توافق كامل، تركبت بسهولة، ولكن نحن عرفنا أنه صار في بعض التدخلات لتركيب هذه اللائحة وحتى تكون متماسكة. هلق أكيد يعني كل شغلة بتمرق بمخاض، واللائحتنا مرقت بمخاض، وأخيرا الحمد لله مشي الأمور والأمور بالطريق السليم يعني، وما في مشكل في اللائحة. سؤالي الأخير لك، شو هو مشروعكم اليوم لرشية والبقاع الغربي في حال وصولكم إلى الندوة البرلمانية؟
يعني أولا أنا بدي أوجه للناخب الناخب رشايا والبقاع الغربي إنه ينتخب كرامته، ينتخب كرامته اللي أهينت في هذه السنوات اللي وصل اللبناني لهذا الوضع المزري اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا. نحن مشروعنا لمنطقة رشيّة، مشروعنا أولا إنه نحمي الزراعة في هذه المنطقة اللي ضروري الدولة توقف حد المزارع في هذه المنطقة وتشجع الزراعة بهذه المنطقة وتعطي حوافز للمزارع لينتج وليصير يظلوا بقرى وفي منطقته. ثانيا هو الدعم للصناعات الغذائية والصناعات الخفيفة في المنطقة لحتى توجد فرص عمل للناس، لتساعد الناس لحتى تعمل إنتاجها وتعمل فرص عمل، ويبطل المواطن في هذه المنطقة يحتاج لهذا الزعيم أو ذاك ولهذا النايب أو ذاك لحتى يأمن له وظيفي ولا لحتى يأمن له نعم يتصدق علي بحسني من هالحسنات صحيح. اللي بيقدموها للناس، فتات اللي بينسرقوا بيقدموا لهم اياها للناس. ثانيا واهم انه الوضع البيئي في هالمنطقه وحفاظ على هذا على البيئه، لانه نحن عندنا منطقه سياحيه بامتياز، اذا حفظنا على البيئه فيها وعملنا منطقة صح. سياحية بنجلب سواح عليها، بصير في عندنا مردود للناس بالشغل بالمنطقة. إن شاء الله خير لك يا يعني هذه من الأشياء اللي مفروضة إنه تنوجد للمواطن صحيح. ليعيش بكرامته وبمناطقه. نعم، شكرا لك أستاذ طارق الداوود. نعم، أهلا فيك، الله يخليك. شكرا لك نائب رئيس حركة النضال اللبناني، وإن شاء الله بالتوفيق بالانتخابات النيابية. بدي أتشكر هالمشاركة معنا، شكرا. أيضا مشاهدينا، فاصل للإعلان ومن ثم نتابع نحو البرلمان. نحو البرلمان، أهلا بكم من جديد، وضيفي الوزير السابق حسن مراد. مساء الخير معالي الوزير، وأهلا وسهلا فيك. مساء النور، الله يخليك، أهلا وسهلا فيك. يعني طبعا المعركة الانتخابية بدأت تحمى، اليوم عم نشوف التحضيرات بأوجة، يمكن بلشت اللوائح تكتمل، لائحتكم بعد يمكن ما اكتملت نهائيا ولكن أشرفت على النهاية، هل أنتم مرتاحون لخوض غمار هذه الانتخابات النيابية؟ أول شيء يعطيك ألف عافية، في تصليح صغير بدي صلحه، هي بشرة خير بس تصليحها. بالتقرير طلع انه بهيدي الدائرة في النائب حسن مراد، هو بالحقيقة النائب الحقيقي هو النائب عبد الرحيم مراد. صح بس بالتقرير. هي بعتبرها بشرة خير يعني، وردا نفس الوقت على سؤالك انه نحن كتير مرتاحين بإذن الله. اليوم يعني برأيك في ثقة كبيرة أنك ستحصل على هذا الحاصل الانتخابي كما فعل والدك النائب عبد الرحيم مراد بالمرة الماضية؟ هلأ ما في يقول في ثقة، في يقول لدي ثقة بالناس وبجمهورنا أنه ما حيخذلونا، ونحن يعني كما وصفتهم أنا في كل خطاباتي لما كنت وزير وعم ببرم بكل لبنان، كنت أوصفهم أنه هن جبال البقاع اللي هم عائلة الغد الأفضل، وجمهورنا في منطقتنا في منطقة الباع الغربي ورشيا. بعتقد أنه كمان هذه المرة رح يكونوا واقفين، رح نكون كلنا واقفين مع بعض بإذن الله لنقدر نعمل هيدي المنافسة ونربحها إن شاء الله. لماذا لم تكتمل اللائحة بعد؟ في يمكن مقعد سني لم يترشح، يعني ما كان في له مرشح على لائحتكم، بعد في مرشح آخر صح؟ ومتى ستكتمل أم أنها لن تكتمل؟ هيدي اللي خبيها الأخ عباس اللي كان عم بيقول إنه صح
بصراحة بعد في مشاورات إن الله رد اليوم وبكرة بإذن الله منكون خلصين من هذه المشاورات. هناك احتمال كتير كبير إنه تكتمل قبل الأربع صباحا بإذن الله اللائحة. أها يعني حتى هذه اللحظة بعد ما فينا نقول عن الأسماء ومين ممكن يكون المرشح السني. هلأ الاسم مثل ما قال إذا في اسم الاسم مخبى. طيب رح ننطر نحن بعد يومين حتى نقدر ناخذ أجاوب. اليوم قد يعول حسن مراد على جذب مزيد يعني من أصوات السنة إليه، وخصوصا نحن بنعرف اليوم أنه في اعتكاف عند تيار المستقبل، يمكن ما رح يكون في تصويت كبير من قبل الناخبين والملتزمين يعني بتيار المستقبل. بالحقيقة هيدا الموضوع للي مربك تقريبا لبنان كله، لوقت ما قرر دكتور رئيس الحريري انه يعلق مشاركته السياسية وطلب من جمهوره انه هو يقاطع هذه الانتخابات. انقسم الجمهور وصرنا نشوف بعدين استقالات داخل تيار المستقبل. بغض النظر عن نتيجة هذا الموضوع وحقه ياخذ القرار اللي هو بده اياه، في خلل اكيد رح يكون بكل المناطق وفي ناس رح تكون قاعده بالبيوت، ولكن بشكل عام برايي الناس رح تلحق الناس اللي بتخدمها اللي بتوقف حدها اللي وقفت معها واللي ضلت معها، وطبعا هناك تضامن رح ينزل شوي من نسبه الاقتراع تماما كما حكي لاخونا الاخ عباس ضاهر، هو عم بيسرد خبريه الانتخابات وبالارقام كان قاعد عم بيحكي بالارقام. أنا رأيي من رأيه والنتائج رح تكون قريبة من الرأي اللي هو قاله. يعني اليوم فينا نقول إنه في لائحة قوية أساسية متماسكة متضامنة مؤلفة بشكل صحيح من حلفاء، هي رح تكون إذا فينا يعني الأولى في البقاع الغربي رشية. هلأ أنا ما بحب استعمل يعني او ما بحب اسبق الامور، انا بقول في لائحه متماسكه متضامنه على مستوى الوطن، تحالفنا يبدا على ال 15 دائره في لبنان، نحن متحالفين، نحن متكتفين، نحن نمثل شريحه من الشريحه السنيه بهذا المجتمع، ان كنت انا على هذه اللائحه ولا كان اخويا وصديقي لاخونا فيصل كرامي بطرابلس ولا اخواننا بصيدا، يعني نحن موجودين ومتكتفين على مستوى لبنان وطنيا، وبعتقد نحن حلفنا المتماسك القوي اللي أثبت بال 2018 إنه هو موجود، بعتقد هذه المرة رح يثبت أكثر إنه نحن موجودين. ما في يقول نحن الأول ولا مش الأول، في يقول إنه نحن موجودين رح نكون الأكثر خدماتيا في حال نحن وصلنا، لأنه نحن على مستوى الوطن كله وتلقائيا رح نكون موجودين لخدمة الناس. يعني عن التضامن والوحدة باللائحة، هل هناك وحدة حال مع جميع أعضاء اللائحة التي تشكلت منكم ومن حلفائكم؟ في وحدة حال؟ هلا بالمطلق اكيد في وحده حال، في بعض التجذبات والتباينات بتصير بين كل العالم، ولكن بالمبدا نحن كلياتنا ايد وحده، نحن كلياتنا بنشتغل مع بعض، بنترك اي تباينات او اي اختلاف بالراي، خليني اقول بنتركها على جنب. هلا بنبلش شغل لخدمه الناس، بنبلش شغل لخدمه المنطقه، نحن كلائحه رح نكون مع بعض، مين ما وصل من عنا اللي ما حالفوا الحظ رح يكون عم بيخدم أكتر ما اللي بحالفوا الحظ عم بيخدم، رح نكون متمسكين لخدمة هذه المنطقة، رح نكون متمسكين لخدمة الناس، رح نكون متمسكين لخدمة أهلنا، رح نكون متمسكين لنوصل صوتهم على مجلس النواب، رح نكون متمسكين لنحقق لهم مطالبهم من الحكومات للي بدها تجي خلال فترة الأربع سنين. صحيح، ولكن يعني كان في بعض التجاذبات يعني عند تشكيل هذه اللائحة، وكان في لك رأي يعني، وحضرتك ما كنت محبذ إذا فينا نقول بأنه أن يكون مرشح حزبي للتيار، قديش هذا الشيء صحيح؟ وكيف تغلبتوا يعني على هالمشكلة؟ هلا طلع كثير حكي،
هلأ طلع كتير حكي بالإعلام، ما بدي فوت بالتفصيل صحيح أو مش صحيح، بدي أقول أنه نحن حلف على مستوى كل لبنان، بدي أقول أنه نحن حلف اجتمعنا قبل الانتخابات بفترة وقررنا نتحالف على صعيد كل لبنان، فتنا بتفاصيل لها علاقة بمنطقة البقاع الغربي ورشية، حلينا هذه التفاصيل وقلنا أنه المفروض نعمل حلف انتخابي لأنه هذا القانون يفرض علينا التحالفات انتخابية موجودة. ومثل ما قال، برجع كمان للي قاله أخونا عباس، أنه بين الأحزاب القوية الموجودة بالمنطقة اخترنا الحزب الأقوى الممثل بهذه المنطقة، ونحن أصلا هذا الحلف اللي موجود للي نحن تحالفنا نحن وياه، للي طلع علينا إشاعات أنه نحن أصلا نحن وياه أصدقاء ونحن وياه على صعيد كل لبنان، نحن عم نشتغل بروح واحدة وبإيد واحدة. طيب من خلال يعني طبعا تواجدكم بالبقاع الغربي يعني مع الوزير ولقائكم بالناس اليوم، قديش بتلمس انه الناس محمسه للمشاركه بهيدا الانتخابات؟ لانه دائما يعني يقال بانه رح تكون نسبه الاقتراع متدنيه، قديش هيدا الشيء حقيقي بدائره البقاع الغربي رشية؟ هلا بكل صراحه وبكل امانه الناس كلها تعبانه، والناس التعبانه مش عم يعني خليني اقول لك، لا يوجد لدي الجرأة انه ادخل لعند الناس لانه ما بعرف شو بدي احكيهم، لانه وضعنا الاقتصادي صعب ووضع كله صعب، ونحن عندنا مؤسسات وعم نعاني من هذه الاوضاع الاقتصاديه الصعبه، بنعرف قد ايه هن تعبانين، بنعرف قد ايه هن قرفانين، بنعرف هن قد ايه قرفانين من كل الحكي، من الحكي السياسي ومن الحكي الخطابات اللي بتطلع دائما ودني. وبنفس الوقت ما في بديل، لانه في محطه بهذه البلد، في محطه بدها تجي تنقل لبنان إلى نقلة نوعية، هذه المحطة هي محطة انتخابية. نحن قررنا نشارك بهذه المحطة الانتخابية، آملين أن نكون صوت الناس، آملين أنه نقدر نقدم شيء جديد للناس، آملين أنه نحن نكفي مسيرة اللي حاولت كفيها أنا لما كنا بالوزارة، آملين أنه نكفي خدماتنا اللي ما وقفت منذ أن بدأنا العمل السياسي إلى اليوم، يعني عم نحكي من 30 سنة 35 سنة لورا، لأنه هذه المحطة لابد أنه تصير. فما فينا نحن كمان نقعد بالبيوت وما نقول ما بننزع هاي البيوت، نحن شايفين حالنا أنه قادرين نساعد هذه الناس، قادرين نوصل صوت هذه الناس، قادرين نقف حد هذه الناس، ورح نشتغل لهذا الموضوع ونقينا الأشخاص على هذه اللائحة اللي بيقدروا يخدموا هذه الناس، لأنه هم الموجودين في هذه السلطة وهم الذين يستطيعون يخدموا هذه الناس، وصوت الناس رح يوصل من خلال هؤلاء الأشخاص الموجودين على هذه اللائحة إن شاء الله. اليوم قديش المجتمع المدني يشكل خوف أو يعني مخاوف حقيقية للأحزاب وللوائحكم؟ هلأ استعمال تعبير الخوف ما بوافق عليه، مخاوف قديه هو بيمثل؟ أكيد هو بيمثل، أكيد هو بيمثل، أكيد هو موجود، أكيد هي شريحة من المجتمع موجودة. ما بعرف ليه منصنفها مجتمع مدني، ليه أنا مش مجتمع مدني، ليه غيري مش مجتمع مدني، كلياتنا مجتمع مدني، ولكن هم لهم رأي سياسي بأشخاص معينة اللي بيعتبرونا نحن منهم، يحق لهم، هيدا رأيهم وما فينا نلغي أحدا، بس كمان ما فينا نقبل أنه هن يكونوا إلغائيين ويحاولوا يلغونا. يعني هن موجودين وهذه محطة، هذه مرحلة انتخابية ومحطة انتخابية، الناس هي صاحبة القرار، الناس هي اللي بتختار مين وقف معه ومين ما وقف معه، الناس بتعرف مين اللي ساعدها ومين ما ساعدها، الناس بتعرف مين اللي بيطلع لها قبل الانتخابات بأربعة أشهر وثلاثة أشهر ومين بيضل عايش معه من 30 و 40 سنة لليوم. فما في خوف، يحق للجميع أنه يفوت ويخوض هذه المنافسة، يحق لهؤلاء الأشخاص المحترمين اللي هن موجودين وعم بيحاولوا يشكلوا هذه اللائحة أو اللوائح المتعددة، ما بعرف صح. إذا بدي وافق على الست لوائح ولا أربعة ولا ثلاثة، ولكن يحق لكل الناس أنها تترشح وتخوض هذه المعركة، ويكون الخيار دائما هو للناس للي هي رح تعرف مين تختار، وعنا كل الثقة أنه الناس صارت واعية، الناس عارفة مين بدها تختار، الناس هي ما عادش في حدا يلعب بعقلها، صارت هي منها لحالها عارفة هي وراها على الصندوق مين بدها تختار.
نعم. سؤالي الأخير لك معالي الوزير، خطابك ومشروعك للبقاع الغربي، يعني ما هي رسالتك للناخبين بيوم الانتخاب؟ نحن على في عنا جزئين مقسم، في المشروع الانتخابي للي رح أعرضه على أعلام إن الله راد آخر الشهر وطنيا مقسوم إلى قسمين، قسم وطني وقسم بقاعي. القسم الوطني له علاقة بالصحة وبالتعليم وبالقضاء وبالمصارف وبحقوق المودعين و وقسم البقاع الغربي الذي يتعلق بمشاريع البقاع الغربي اللي ممكن الدولة تقدمها. ونحن كل مشروع وكل بند حاطينه على هذا المشروع حاطين له دراسة مشروع لنقدمها إذا وصلنا على مجلس النواب لنقدمها بمجلس النواب. وفي مشاريعنا الخاصة التي لم تتوقف منذ أن بدأنا كمان العمل السياسي إلى اليوم، من مشاريع المؤسسات اللي نحن من نشرف عليها، ولا إن كان من الخدمات العامة اللي نحن منقدمها بالوضع الكورونا والوضع الصحي، ولا إن كان بالوضع الاجتماعي الحالي اللي نحن واقفين مع الناس. هذه المشاريع بدأنا فيها منذ 3 سنوات ولم تتوقف، وبعدنا ماشيين وبعدنا مستمر، وطالما في روح بهيدا الجسد رح تضل عم تتقدم لهذه الناس، لأنه هذا واجب إنساني، واجب أخلاقي، واجب ديني، أنه نحن صحيح وخصوصا بهذه الظروف الصعبة أنه نساعد الناس ونكون مع الناس 100%. بدي أتشكرك معالي الوزير حسن مراد على هذه الإطلالة معنا ببرنامج نحو البرلمان، شكرا لك، وأيضا نتمنى لك التوفيق بخوضك الانتخابات النيابية. شكرا. إذن مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام حلقة نحو البرلمان، شكرا للمتابعة، نلتقي مجددا الأسبوع القادم مع دائرة جديدة، إلى اللقاء.